السلام عليكم ورحمة الله. إن كنت تبحث عن حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام فهذا الفيديو لك أنت، وإن كنت تريد معرفة طريق الفرقة الناجية فهذا الفيديو لك أنت. حديثنا اليوم عن أعظم آية وأشرف آية في القرآن الكريم. لما نزلت تلك الآية خر كل صنم في الدنيا وسقطت التيجان عن رؤوسهم وهربت الشياطين. هي آية لا يكفيها العمر كله، والعمر قليل والله المستعان. هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا ترى خدت بالك؟ بدأت الآية الكريمة بلفظ الجلالة الله، وختمت به العلي العظيم. فهي آية تتحدث عن الله، وهو أول ركن من أركان الإيمان. آية تتحدث عن توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لذلك هي أعظم آية في القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم علم على الذات الإلهية الواجب الوجود المعبود بحق، لم يتسمى به أحد من قبل. قبض الله تعالى الألسن عنه، قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ خص عالم اللغة السيبويه لفظ الجلالة الله، وقال: هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف. وبعدما مات رؤي سيبويه في المنام، فقيل له: ما فعل بك ربك؟ فقال: أكرمني ورحمني وغفر لي. فقيل له: بما؟ فقال: لأنني جعلت اسمه أعلم الأعلام وأعرف المعارف. الله لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه. والله اسم جامع لجميع صفات الكمال، ومنزه عن أي صفة من صفات النقصان. وجميع الأسماء تضاف إلى لفظ الجلالة الله، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله أحد، الله الصمد. وإن تأملت جيدا آية الكرسي تجد أنها تتكون من 10 جمل، كل جملة تصلح أن تكون خبرا للفظ الجلالة الله. وكل ما عبد من دون الله من حجر وشجر وبشر وملائكة وغيره هو معبود بباطل. الحي حياة كاملة، حياة تامة، حياة حقيقية لا أول لها ولا آخر، حياة ليست كحياة البشر، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء وزوال. القيوم القائم بكل شيء، القائم بشؤون الخلق وحياتهم وإحيائهم وإماتتهم. ولك تلك الهدية. قال كثير من العلماء الأجلاء: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، موجود في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، أي نعاس أو غفوة، ولا نوم. والنوم سلطان، والنوم قاهر للمخلوقات، لكن الله عز وجل قاهر فوق عباده ومنزه عن السنة والنوم. والله حي قيوم،
ومن تمام حياته وقيوميته ألا ينام. ألا يكفي ذكر النوم؟ لماذا ذكرت السنة؟ حتى لا يظن أن الله قد يغفو قليلا ويستريح، كما زعم اليهود وقالوا أن الله يستريح في يوم السبت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وقول الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، ليس فقط لنفي صفة النقصان، ولكن لإثبات كمال ضده. فالحق سبحانه وتعالى ينفي صفة السنة والنوم، وفي نفس الوقت يثبت كمال صفة اليقظة. والنفي هنا في كل زمان ومكان، فهو لم يحدث ولا يحدث ولا يمكن أن يحدث. وحاشاه سبحانه وتعالى أن ينام ويترك الكون بلا مدبر له. فإن كان النوم ميتوتة صغرى وهو محال في حق الله عز وجل، فأنى لمن يقول أن ربه مات 3 أيام ودفن ثم قام من موتته مرة أخرى؟ وأنى لمخلوق كالسنة والنوم أن تأخذ الخالق من خلقه؟ ولماذا أتت سنة ونوم نكرة وليست معرفة؟ لماذا ليس السنة والنوم؟ لأن العرب حين تستخدم النكرة تريد الإطلاق، فالله عز وجل لا تأخذه أقل قدر من السنة والنوم ولا أقصى قدر من السنة والنوم. فاطمئن أخي الكريم واغفل ونام، لأن ربك لا يغفل ولا ينام. له ما في السماوات وما في الأرض. كل ما في السماوات والأرض ملك له، فهو وحده المالك وما سواه مملوك، وتقديم له يفيد التخصيص، فكل ما في الكون ملك له وحده. فالله عز وجل ملك الملوك ومالك الملك، لا ينازعه في ملكه أحد. قد يملكنا الله في الدنيا شيئا بالوراثة أو الهبة أو الشراء، ولكن ملكه بالخلق والإنشاء. وكل ما نملك في الدنيا إنما هي عارية مستردة، نزول عنها بالموت أو تزول عنا بالخسارة. كان هارون الرشيد من أفضل ملوك الأرض، وكان كثيرا ما يبكي من خشية الله. فلما اقترب الأجل أمر أبناءه بأن يحملوه إلى قبره، فلما نظر إلى قبره نظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. خلق الله 7 سماوات و7 أراضين. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ورغم التقدم العلمي وإلى الآن لم نستطع تجاوز السماء الأولى، دعونا نتأمل ونقول: سبحانك ما أعظمك. عنده إلا بإذنه. من ذا الذي
يشفع عنده إلا بإذنه. سؤال للنفي والاستنكار، وهذا النفي يثبت كمال سلطانه وكمال هيبته وكمال عظمته، ولا يتجاسر أحد أن يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة كلها لله. نعم، بإذنه وحده وأمره وحده وإرادته ومشيئته. وأهل السنة والجماعة وسط بين من أنكر الشفاعة إنكارا مطلقا وبين من أطلقها إطلاقا تاما. والشفاعة بالعامية هي الواسطة، أي التوسط لغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. ولماذا لا تقبل شفاعة كل شافع؟ أليست الشفاعة من الرحمة؟ بلى، ولكن الشافع لا يعلم ما يعلمه الله عن المشفوع له. فهل من العدل أن تقبل الشفاعة في رجل قتل الآلاف من الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ؟ لا، بالتأكيد ليس من العدل وليس من الرحمة أن نشفع في مثل هذا المجرم. إذا لا بد من 3 شروط: رضا الله عن الشافع، ورضا الله عن المشفوع له، وإذن الله للشافع أن يشفع. الشفاعة شفاعتان: شفاعة مثبتة في القرآن والسنة، وشفاعة منفية في القرآن والسنة. فأثبت الله عز وجل الشفاعة للأنبياء والشهداء والصالحين والملائكة والقرآن، وأعظم من يشفع في يوم القيامة هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة للكفار ولمن لا يرضى الله ولا يأذن بالشفاعة له. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى الكلمة التي تخرج بسهولة الآن لا نملكها إلا بإذن الله ورضاه. أتدري كم جهاز في جسمك يتعاون لكي تخرج الكلمة من فمك؟ لا بد للعضلات أن تنقبض وتنبسط، ولا بد للهواء من الخروج من الجهاز التنفسي والمرور في القصبة الهوائية، ولا تنسى دور الحنجرة والأحبال الصوتية ولسان المزمار واللسان والشفتان والفك والغدد اللعابية، وكل ذلك تحت إشراف وسيطرة المايسترو المخ والجهاز العصبي. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة لا تنبغي لأحد سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وهذه ما تعرف بالشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، والتي تكون في موقف الحشر، في موقف في غاية الصعوبة، فتدنو الشمس من الرؤوس، ويعم الغم والكرب والضيق الشديد، ويبحث الناس مؤمنهم وكافرهم عن شفيع، ويتقدمون إلى الأنبياء نبي تلو نبي، فيقول كل واحد من الأنبياء: لست لها، حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد لله عز وجل تحت العرش ما شاء الله، حتى يسمع: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع لأهل الجنة أن يدخلوها، وهو أول من يستفتح باب الجنة. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة لعمه أبي طالب الذي مات على الكفر أن يكون في ضحضاح من النار. وهناك شفاعة عامة يشترك فيها الأنبياء والشهداء والصالحين والملائكة ومن شاء الله، وهي شفاعة في الكبائر ما دون الشرك لأهل التوحيد. وهناك أيضا شفاعة عامة لبعض أهل الجنة أن يرفع الله منازلهم في الجنة. فنحن أهل السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله من الشفاعة المثبتة، وننكر ما أنكره الله من الشفاعة المنفية. جزاكم الله خيرا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. محيط علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها. يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلية، وما خلفهم من الأمور الماضية. ويعلم ما بين أيديهم من أمور الآخرة، وما خلفهم من أمور الدنيا. علم الله شامل وكامل،
أزلي وأبدي، مطلق لا أول له ولا آخر، وعلمه محيط بالظاهر والباطن، بالغيب والشهادة، بالدقيق والجليل، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. طب ما كان وما يكون وما سيكون مفهوم، إيه معنى ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ بعد أن يفرغ من الحساب ويؤتى بالمشركين والظالمين إلى نار جهنم، يقولون نادمين: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن الله عز وجل يعلم أنهم كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وتخيل معايا دلوقتي في اللحظة دي كام مليون ورقة شجر تسقط الآن. قال الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض. يا ترى في كام مليار حبة دلوقتي موجودة في باطن الأرض؟ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله عز وجل يعلم السر اللي بين اتنين، وأخفى، أي وما هو أخفى من السر. والله عليم بذات الصدور الذي لا يعلمه إلا صاحبه. وماذا علينا الآن بعد أن علمنا كل هذا؟ علينا أن نعمل بما نعلم، فعلم بلا عمل لا جدوى ولا طائل منه. جزاكم الله خيرا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولا يطلع أحد من الخلق على شيء من علمه إلا بما أعلمه الله وأطلعه الله، فالعباد ليس لهم من الأمر شيء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم الله تعالى. فالله عز وجل يعطي من العلم ما يشاء لمن يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يشاء. فنحن نتفق جميعا أنه لا مجال للمقارنة بين علم الله وعلم العباد. علم الله علم شامل وكامل، علم أزلي وأبدي، علم مطلق ليس له أول ولا آخر. أما علم العباد فهو علم قاصر وناقص، علم محدود، علم له أول وله آخر. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلوم ثلاثة أنواع، هناك من العلوم ما استأثر الله به لنفسه، وهناك من العلوم ما أطلع عليه بعض خلقه، وهناك من العلوم ما أظهره الله لجميع خلقه واكتشفه العلماء بالتأمل والتجربة، كاكتشاف البنسلين واختراع الطائرة والهاتف. ودعونا نتأمل الآن في أي اكتشاف. الطائرة مثلا التي تطير بنا الآن في كل مكان لم تكن موجودة منذ قرنين من الزمان. فأي اكتشاف يمر بمراحل متدرجة. بدأ الأمر بعباس بن فرناس، نظر إلى السماء والطيور تطير، ظن أنه يمكنه الطيران إذا صنع جناحين من الريش، وفشلت التجربة. ثم استمرت المحاولات حتى استطاع العالم الألماني أوتو لينتل اختراع الطائرة الشراعية التي تطير بدون محرك في الهواء. وفي عام 1903 استطاع الأخوان رايت اختراع أول طائرة تطير بمحرك. ومع دخول الحرب العالمية الأولى والثانية تطورت الطائرة تطور مذهل في المحرك والشكل والانسيابية. وها نحن الآن نعيش ما وصلنا إليه من تطور في صناعة الطائرة، وقد يرى أبناؤنا وأحفادنا ما لم نراه في علم الطيران. فالله عز وجل قدر لنا من العلم ما لم يكن متاحا للعلماء منذ قرنين من الزمان. لما جمع الله موسى عليه الصلاة والسلام بالخضر، جاء عصفور ثم نقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور من البحر. نسأل الله العظيم أن يحيطنا علما بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا.
وسع كرسيه السماوات والأرض. قيل أن الكرسي هو علم الله، وقيل حكمته، وقيل بل مخلوق من مخلوقات الله، ولكن أرجح الأقوال قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الكرسي هو موضع قدمي الرحمن. وإن كان مخلوق واحد وليس بأعظم مخلوق لله، واسع وملأ وأحاط بالسماوات والأرض، فما بالنا بالخالق العظيم. والكرسي رمز للملك والحكم، ودليل واضح على الألوهية المطلقة لله تبارك وتعالى. ودعونا نتأمل جيدا في حجمنا الحقيقي بالنسبة لخلق الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. يا الله، لو أدركنا هذه الحقيقة جيدا لما تقاتلنا على شيء من متاع الدنيا الزائل. ما الأرض في الكون إلا ذرة تسبح في الفضاء. من أنت يا من خلقت من نطفة لتعصي الله؟ من أنت يا من خلقت من نطفة لتكفر بالله؟ وأدرك تلك الحقيقة الموحدون بالله، فانصرفوا عن حقارة الدنيا وحقارة المتاع الزائل، وتوجهوا إلى النعيم المقيم، إلى جنات عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدت للمتقين. وجاء في الخبر وصحيح ابن حبان أن السماوات على اتساعها بالنسبة للكرسي ليست إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، والفلاه هي الأرض المكفرة والصحراء الواسعة المترامية الأطراف. بل هناك ما هو أعظم وأكثر، ذاك الكرسي على اتساعه بالنسبة للعرش إنما هو كحلقة ملقاة في فلاه. تأملها جيدا وقل: آمنت بالله. ولا يؤوده حفظهما. يعني إيه ولا يؤوده حفظهما؟ يعني لا يثقله ولا يشق عليه ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض وما فيهما من مخلوقات، بل هو سهل جدا ويسير على الله. طب ما ده شيء بديهي وكل الناس عارفاه. للأسف الشديد مش كل الناس عارفاه، ومش كل الناس مؤمنة بيه. تخيل حضرتك في سفر الخروج رقم 20 مذكور الآتي: لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. بل هناك ما هو أكثر، في سفر الخروج الإصحاح رقم 31 مذكور أن الرب صنع السماء والأرض في 6 أيام، ثم في اليوم السابع استراح وتنفس، وباللغة العبرية تنفش، حاشاه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أن لهم أن يشبهوا الله الخالق والمدبر بإنسان له قوة وقدرات محدودة، وكأنه سبحانه وتعالى وحاشاه أن يكون كذلك كإنسان، وضعت فوق ظهره حملا ثقيلا جدا فانحنى ظهره. وماذا يفعل الكون حين يستريح الرب ويتنفس؟ من يدبر شؤونه؟ من يحفظ الشمس والقمر والنجوم والكواكب من الخروج من أفلاكها والارتطام؟ من يدبر ما يحتاجه الخلق من هواء وماء وغذاء؟ ليس هذا ربي، فإن ربي لا يستريح ولا يتنفس، بل له القدرة المطلقة في كل وقت وفي كل زمان. لا يعجزه شيء ولا يؤوده شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فاهنأ واطمئن، لأن الله عز وجل قادر على حفظ السماوات والأرض وحفظك. وهو العلي العظيم. وهو العلي، علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقهره لمخلوقاته، له وحده العلو المطلق. والله عز وجل علي في المكان، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. أوصت أم الصحابي الجليل
الشريد ابن السويد الثقفي أن يعتق عنها رقبة مؤمنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة فأعتق هذه. وأشار إلى جارية سوداء نوبية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله ثم إلى السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فإن أتى إليك أحد الضالين أو المضلين من المعتزلة أو الجهمية وقال لك أن الله عز وجل موجود بذاته في كل مكان، قل له: كذبت، بل إنه فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. ولكن الله عز وجل قريب منا في كل وقت وفي كل مكان بعلمه وإحاطته، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد. وكل مخلوق إذا علا وارتفع في السماء صغر. انظر إلى الطائرة وهي على الأرض كم هي كبيرة، فإذا طارت تصغر رويدا رويدا ثم تختفي. أما الله عز وجل فهو العلي العظيم. فالله عز وجل هو العظيم في ذاته وفي صفاته وفي رعايته لمخلوقاته، وهو العظيم الذي لا منتهى لعظمته. يا لها من آية عظيمة، بل هي أعظم آية في القرآن الكريم. نسأل الله أن نكون من أهلها وأن نقوم بجميع حقوقها. جزاكم الله خيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم.